أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عن اعتزازه بالدور المهم الذي تطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين في خدمة المسيرة التجارية والصناعية في مملكة البحرين وتعزيز موقعها الاقتصادي على الخارطة الإقليمية والعالمية. وأكد جلالته أن الغرفة تعد شريكا فاعلا وحيويا في مسيرة النهضة الشاملة، وذلك بفضل الجهود التي يوالي بذلها القطاع الخاص في دعم عملية البناء والتطوير بما يخدم المسيرة الوطنية ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني للتنافسية على المستوى الدولي. جاء ذلك خلال استقبال صاحب الجلالة في قصر الصافرية أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، يتقدمهم السيد خالد عبد الرحمن المؤيد رئيس مجلس الإدارة الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للغرفة لعام 2016 والذي يتضمن إنجازاتها في القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية بالإضافة إلى برامجها ومشاركاتها الخارجية. وأكد جلالته دعمه للقطاع التجاري والاقتصادي ليواصل مشاركته الفاعلة في المنظومة الاقتصادية الوطنية والتي تسعى لتعزيز الدور الريادي للاقتصاد البحريني الذي استطاع أن يحقق سمعة وثقة كبيرة في الأوساط الاقتصادية الإقليمية والعالمية من خلال استقطاب مختلف الاستثمارات والمشاريع والمؤسسات المالية والتجارية بفضل الموقع الاستراتيجي للبحرين الذي شكل معبرا تجاريا هاما على خريطة التجارة العالمية. وأعرب جلالته عن اعتزازه بدور التجار ورجال الأعمال البحرينيين الذين أخذوا على عاتقهم خدمة هذا القطاع المهم وتطوير أدائه والسير على خطى من سبقهم من رجالات البحرين الذين أسسوا الحركة التجارية العريقة وساهموا في بناء نهضة البحرين عبر مسيرتها التاريخية لما لهم من خبرة كبيرة في هذا المجال ولأهل البحرين من سمعة طيبة بين دول العالم ومصداقية في التعامل وريادة في المجال الاقتصادي والتجاري. وشكر جلالته رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين متمنيا لهم كل التوفيق ليواصلوا عطائهم ودورهم الفاعل في دفع عجلة التنمية والتطوير. من جانبهم أعرب التجار عن تأييدهم للإجراءات التي اتخذتها الدولة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد والمنطقة ووحدة دول مجلس التعاون لما فيها خير الجميع، كما أعربوا عن بالغ شكرهم وامتنانهم إلى جلالة الملك المفدى على توجيهات جلالته السامية الكريمة وعلى ما يحظى به القطاع التجاري والاقتصادي من اهتمام ورعاية من لدن جلالته، مشيدين بالدعم الكبير الذي تلقاه الغرفة من صاحب الجلالة وحرصه الدائم على تعزيز دورها وتفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية في المملكة.